رئيس مجلس الوزراء. تحية طيبة للدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء. نرحب بالهيئات الدبلوماسية والمتحدثين والضيوف الكرام مع حفظ الألقاب. نرحب بكم في تيدكس بغداد لعامه الخامس لنشر الأفكار وربط مبدعين وأصحاب الأفكار بأصحاب القرار. نستعد لعزف السلام الوطني للعازف بشار العزاوي. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما مناما وغانما مكرما؟ هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك؟ موطني موطني. حضرات الحضور، يسعدني أن أرحب بكم في مؤتمر تيدكس بغداد الخامس. لقد راهنا منذ البداية أن يكون هذا المؤتمر المنارة التي يهتدي بها كل إنسان عراقي لديه مجرد فكرة، حيث يتم اختيار متحدثي تيدكس بغداد لا لانتماءات لا دينية ولا سياسية، بس إنجازات أو أفكار قاموا بها من أجل خدمة هذا البلد الرائع. لقد بلغ عدد الراغبين في التطوع للعمل مجاناً في تيدكس بغداد هذه السنة أكثر من 900 شاب وشابة، وتم اختيار 120 فقط من المتطوعين اللي قاموا بتنظيم هذا المؤتمر. أما الحضور الكرام فقد استلمنا أكثر من 7300 طلب للحضور للمؤتمر، ومن أجل مشاهدة الأفكار اللي حتطرح بهذا المؤتمر. طبعاً تم اختيار عدد بما يقارب 800 شخص لحضور مؤتمر تيدكس بغداد كممثلين لجميع أطياف المجتمع العراقي. عندما ننظر إلى عراقنا نشعر وكأنه متجه إلى دمار بسبب ما يعانيه من الألم. العالم كله يترقب إلى أين يتجه هذا البلد العظيم. في هذه لكننا أحياناً نتناسى، بل نفشل في إدراك أن العراق هو وطن الحضارات الإنسانية. خلونا نتذكر هذا الشيء، أن العراق هو وطن ومهد الحضارات الإنسانية. في هذه الأوقات الصعبة دائماً نجد لمحات إيجابية وأمل مخفي. لذلك قررنا أن نضع المسؤولية على عاتقنا من أجل أن نريكم ذلك الأمل الجميل، ذلك الجانب الغير مرئي. ما سترونه اليوم هو نتائج ثمرة تعاون حكومي مع شركات داعمة وفريق عمل دؤوب من الشباب العراقي المتطوع الذي يضع مصلحة بلده فوق أي شيء، والذي يؤمن بأن هناك جانب آخر للعراق، جانب
غير الجانب السلبي الذي تسلط عليه الأضواء دائما، هو الجانب الغير مرئي، هو الجانب الذي سوف نراه اليوم. لذلك أرحب بكم مجددا وأدعو رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي لافتتاح مؤتمر تيدكس بغداد الخامس، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذا المؤتمر والذي يمثل فعلا الجانب المخفي من الطاقة لدى الشباب. هذه الطاقة التي لو انطلقت لحققت المعاجز، وهذا الجانب غير المرئي للإعلام وغير المرئي لعامة الناس، هو موجود ومرئي من المتخصصين. ولهذا العمل على إطلاق هذه الطاقة أمر أساسي وحيوي، وأنا أبارك عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات، والذي يعطي رسالة واضحة ورسالة إيجابية إلى أولئك الذين يريدون إنماء الوطن ونجاح الوطن. هذا الوطن الذي يعاني اليوم من معضلات وتحديات كبيرة، إحدى هذه التحديات الخطيرة هو هذه الحرب القائمة مع جماعة إرهابية تريد أن تدمر كل الذي بنيناه، تريد أن تدمر الحياة، تريد أن تدمر الطفولة، تريد أن تدمر الأمومة، تريد أن تدمر الشباب وتدمر المجتمع. ولهذا الوقوف في وجه هذا التحدي أمر أساسي وخطير. يجب أن تتلاحم كل قوانا وجهودنا من أجل نصرة هذا الشعب ومن أجل نصرة الإنسانية. هذا التحدي الإرهابي اليوم لا يواجهه العراق فقط، وإنما تواجهه المنطقة ويواجهه العالم أجمع. واليوم العراق ربما تكون الدولة الوحيدة التي لها قوات أمنية وعسكرية تقاتل هذا الإرهاب على الأرض. ولهذا العالم اليوم ضمن التحالف الدولي وتحالف دول أخرى في العالم وفي المنطقة يقف مع العراق في مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشرسة. ونحن نواجه هذه الهجمة علينا أن نهتم بالجوانب الأخرى، جوانب العلوم وخصوصاً العلوم التطبيقية. الجانب العلمي ليس ملكاً لأي دولة من الدول ولا لأي شعب من الشعوب. العراق ربما قبل آلاف السنين أطلق هذه المنظومة العلمية والفلسفية، وكذلك مجتمعات بشرية أخرى، والعلوم يمتد عمقها إلى مئات أو آلاف السنين من عمر البشرية. ولكن ربما العلوم التطبيقية شهدت تطوراً كبيراً خلال القرن الماضي، والعلوم التطبيقية التي تستند على علوم نظرية هي التي ننظر إليها اليوم. البحوث، أكثر البحوث اليوم تدور حول تطوير العلوم باتجاه تطبيقي، والعلوم التطبيقية هي التي في نهاية المطاف تفيد البشرية. العلوم النظرية لوحدها لا تضيف شيئاً لا للشعب ولا للوطن. من عمل بما علم وهبه الله علم ما لم يعلم. غالباً البحوث التي قام بها الفلاسفة والعلماء، البحوث التطبيقية المستندة على أساس نظري، هي التي قامت أو قدمت البشرية الشيء الكثير. هناك خطان، أكو خط العلوم النظرية وخط العلوم التطبيقية، لا يجوز أن يفترقا. لو افترقا لأدى إلى ضياع ولأدى إلى أيضاً خسارة كبيرة. لو افترضنا أن العلوم النظرية سارت بدون جانب تطبيقي لن تؤدي النتيجة، خسارة، خسارة للعلم وخسارة للجهود. ولو تخيلنا أن العلوم النظرية أو التطبيقية سارت بدون نظرية علمية صحيحة لضاعت الجهود. ولهذا دعوة مخلصة إلى الشباب الذين يملكون رؤية وحماس، والذين لديهم فكرة، لا تستهين بالفكرة، ربما فكرة بسيطة ابحث فيها. هذه الفكرة لا تبرز لدى كل أحد، وهذه الأفكار لا تنطلق في أذهان الكثيرين، ربما في الخاصة هناك قلة أو طبقة من الناس لديهم هذه القدرة على الإبداع ولديهم القدرة على إعطاء الأفكار. لا يستهينون بهذه الأفكار، وإنما يجب إحاطة هذه الأفكار بالعناية وبالرعاية. هناك اليوم أقول لكم صراحة، هناك مشكلة في أجهزة الكشف عن المتفجرات.
أتصور العالم ماكو دولة بالعالم ابتلت مثل ما ابتلى العراق، ولهذا يحتاج إحنا نطور أفكار في العراق من وسائل بسيطة ليست وسائل معقدة، وهذا ممكن لأن كلفة هذه الأجهزة كلفة عالية غير يعني غير صحيحة، لا يمكن أن تنشرها في كل مكان، تعقيدها يجعل من الصعب الاستفادة منها. هذه واحدة من الأفكار، أدعو الشباب أن يفتشوا هذا ممكن عن وسائل بسيطة وإمكانات بسيطة لتطوير هذا الجانب لكشف هذه المتفجرات والتي يحاول البعض أن يقتل الأبرياء من الناس. اليوم هذا ترى مو تحدي، المتفجرات مو تحدي عسكري ولا تحدي متعلق بالدولة، متعلق بالمجتمع. اليوم الإرهاب يقتل الأبرياء من الناس في الأسواق، يقتل الأطفال، ويفتخر الإرهاب أنه قتل أكبر عدد من الإرهاب من الأطفال، يفتخرون على مواقعهم. كل ما حققوا قتل أكثر من الأبرياء من الناس غير المقاتلين يفتخر الإرهاب بذلك ويعتبروه نصرا لهم، وبالتالي علينا أن نتغلب عليهم بتكنولوجيا حديثة، بأن نكشف طرقهم الخبيثة من أجل كسر المجتمع. يراد من هذه العمليات الإرهابية كسر إرادة الناس، وهي الموت وهو الدمار، ولكننا ننتصر عليهم بالبناء وبالإعمار وبالطاقات الشابة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراقي وصاحب الألحان الذهبية ومؤسس بيت العود العربي العراقي في مصر، دعونا نرحب بالفنان الكبير نصير شمة. سعادة حقيقية أن أقف في قلب بغداد وأتحدث عن حبنا لهذه الأرض وقيمتها ومكانتها في نفوسنا وتأثيرها حتى على طريقة تفكيرنا وعلى طريقة البحث على أن تبقى صورة بغداد والعراق في أعين الناس كما يقرأ عنها في القصص وكما يسمع الأساطير اللي كانت تروى في بغداد وعن بغداد ومن الشخصيات، سواء كانت الروائية من ألف ليلة وليلة إلى اليوم. كنت في سن 5 سنوات أجلس في شجرة لليوم موجودة وحيدة في سدة الكوت بهالشكل، وهي على يسار سدة الكوت فوق، أجلس عند هذه الشجرة وأتأمل تدفق الماء من بوابات سدة الكوت، وأحلامي كانت أحلام اليقظة تجري بنفس السرعة بنفس التدفق، وبعد ذلك تذهب إلى الاستقرار الذهني والنفسي. الموسيقى كانت أهم حلم بالنسبة، كل ما أفتح عيوني وأغمض عيوني أجدني موسيقي، أجدني ماسك تحديداً العود وأخاطب العالم، خاطب الناس وخاطب صالات المسارح الكبيرة في العالم، كلها كنت أشوفها. لدرجة أنه بين 6 سنين و7 سنين تقريبا حلمي صار واضح أمامي. الدكتور سامح عراقي ألماني، حاصل على دكتوراه وبحوث ما بعد الدكتوراه في علوم المياه من جامعة فرايبرغ التكنولوجية في ألمانيا، وعلى شهادة في القيادة والسياسة العامة من الجامعة الأمريكية في الإمارات. السلام عليكم. Once I read in a book, when there is a will, there is a way. حيثما وجدت الإرادة سيوجد الطريق. Stands for Geoscience Resource Iraq. Academic program has been started since 2009, funded by German government, Federal Office of German Government,
through the DAAD, which is the German Academic Exchange Service, hosted and managed by Technical University of Freiburg. GRI has a vision to support and develop the higher education sector in Iraq, in particular for geoscience aspect. The vision is to establish the first German university in Iraq in the future. We have several collaboration and scientific partnership with several Iraqi universities within Iraqi regions. And this collaboration is based on mutual interest between both sides within two main topics. First, water resource, and second one is petroleum geology. So we have this two things that from first topic is the water and other is energy. Both of them consider as a nerve for national economy for Iraq. مشروع الجي ار اي هو عبارة عن مظلة، هو برنامج أكاديمي يحوي على عدة مشاريع. المشروع الأول هو برنامج ماجستير لإدارة الموارد المائية، واللي هو موضوع جدا مهم وحيوي بالنسبة للعراق. والثاني هو تطوير القدرات، ندعو الأساتذة والطلبة إلى ألمانيا يأخذون عدة تدريبات في اختصاصات معينة، أغلبها تصب بالمياه و غيرها من الأمور اللي تعتمد على الجيوساينس. دكتور محمد قاسم حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة بغداد، وهو يقارن في كلمته خلال مؤتمر تيدكس الذي ترعاه مؤسسة المدى للأعلام والثقافة والفنون مناطق في بغداد وأخرى في أوروبا. تراث إنساني خارج التغطية، خارج الأحلام. سيداتي، آنساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأبدأ ليس كالمعتاد، سأبدأ من أحلام وأمنيات، سأبدأ من قصة امرأة جميلة اسمها بغداد. سأبدأ عندما تعجز الكلمات في مدح من أحب أو أرثي من مات. سأبدأ ولكن هيهات أن تنحني بغداد بين قسوة قلب أو صخب عمارات. سأبدأ من مدن لها ملامح وهويات، أشكال وألوان وذكريات، ولكنها لا تبوح مثل ما تبوح الهمسات. وكلما اتسعت بغداد اتسعت أحلام من يسكنها وأمنيات. يقال إن المدينة التي تدفعك إلى التفكير في المستقبل هي مدينة عظيمة، ولذلك عليك أن تنصت لها جيداً وأن تبحث عن إشاراتها بين أزقتها وعلى صفحات أرصفتها. فالمدن هي البوتقة التي تحوي وتترجم طموح الإنسان، وهي انعكاس لرغبات وتطلعات. فمنهم من يبني مدينة من ورق، ومنهم من يبني مدينة من حجر، ومنهم من يبني مدينة من حب، ومنهم من يكتفي بالعيش في أي مكان يؤويه. وهؤلاء مساكين، فهم لم يعرفوا معنى الحياة. فالمدن الحضارية ومنها بغداد ليست تلك التي تحوي أبنية جميلة وشوارع نظيفة فقط، بل هي التي تتلاقح فيها العقول المختلفة، وتنسجم فيها الآراء المتنافرة، وتتلاحم فيها القلوب المتباعدة، وبذلك تصبح مدينة حقيقية تحملها في داخلك، لا التي تحملك في داخلها. ومن يحمل مدينته في قلبه فلن يشعر بالغربة أبدا. ولذلك فالمدن الحضارية هي ترجمة لطموح الإنسان وانعكاس لرغبات وتطلعات. وهذا ما نشاهده من مدن هاجرها أهلها بسبب تحطيم آمالهم وتطلعاتهم إلى مدن العدل والنظام
والمساواة والعيش الكريم وحفاظ حقوق أجيال المستقبل. لذا يبدأ تأريخ المدن عندما يبدأ الإنسان في تفكير في مستقبلها، ومن هنا تحتاج منا وقفات. فأين أنت يا بغداد من هذا وذاك؟ ولننظر كيف نقدم حلا لمشاكل بغداد، وكيف نحافظ على تراث امرأة جميلة وحضارة إنسان. نسأل نفسنا شنو الربط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وليش إحنا دا نبحث عن المدينة الإنسانية التي تحتوي الإنسان وتلبي رغباته ومتطلباته وتطلعاته باتجاه المستقبل. راح نشوف لغة حوارية ما بين تجربة العراق وتجربة العالم المتطور. أكو عندنا ما يسمى باستراتيجيات التجديد الحضري لتطوير المدن. إحنا غايتنا وهدفنا نريد ننقل الرعب والخوف من عيون ووجوه أبنائنا إلى رسم الابتسامة على وجوههم. إحنا شلون إحنا كمعماريين دائما نميل إنه نصلح البيئة الحضرية اللي يعيش بها الإنسان، وشلون نخلق له بيئة صالحة تنتج إنسان سوي. فمن هذه الاستراتيجيات اللي راح نمر عليها، الاستراتيجية الأولى هي إعادة تطوير المدن اللي دمرتها الحروب، المدن اللي عاشت سوء تخطيط وسوء تدبير مثل بغداد، خاضت عدة حروب وهذا حال بغداد بال 2003. لما نجي ننتقل ونروح نشوف برلين في بعد الحرب العالمية الثانية، دمرت أكثر مما دمرت بغداد. شو سووا؟ هذا بناية الرايخستاغ من أهم الأبنية الموجودة في برلين دمر. الألمان بعد التوحيد تركوا كل مشاكلهم وخلافاتهم، تحولوا باتجاه بناء بلدهم وعمار مجتمعاتهم. بناية الرايخستاغ من أجمل الأبنية حالياً، والإضافة المبدعة اللي صارت فوقها أضافت لها لمسة فكرية ومعنوية، خلت الإنسان الألماني أو الزائر يجي يفوت ويتجول في داخل البناية ويشوف البرلمانيين وهم يطرحون الأفكار، معناها خلت الإنسان جزء من المنظومة الحكومية وهو صاحب القرار، وبذلك أصبحت برلين حاضرة من حواضر العالم. نرجع لبغداد ويا الاستراتيجية الثانية اللي هي إعادة تأهيل. عندنا أبنية هيكلها الإنشائي جيد أو جزء من المدينة هيكل الإنشائي جيد، ماكو داعي أن يزيله وفلشه، بس يعتاز له أنه أنا أرفع من مكان توقيمته ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. عمارة الدفتر دار من الأبنية المهمة عندنا في بغداد على نهر دجلة، مع الأسف من جينا نشتغل بالقرن الحادي والعشرين غلفناها بصفائح الألمنيوم الألكابوند بألوان لا تمت بصلة للذوق العام. ليش؟ مو احنا دا نتألم، مدينتنا دا تتراجع يوم ورا يوم، الذوق العام دا يتراجع. منو هذا؟ كنا مسؤولين عليه، ما نقدر نبعد الشبهة والتهمة عن أحد، كنا دا نساهم به. ليش دا ننادي بالتراث؟ ليش عندنا طموح انه تكون مدننا صالحه نريد نعيد البسمه لوجوه ابنائها، نريد نخليهم يعيشون اجمل ايام حياتهم. هاي دعوه ان كنا ان نبدا بانفسنا، اصلاح انفسنا، اصلاح مدننا، اصلاح ابنيتنا، اصلاح تراثنا وحضارتنا، على مود نكون فاعلين. بدينا، ما اكتمكم سر، بدينا احنا كناس يعني اهتمامات شخصية سوينا ميثاق النجف لحماية الممتلكات الأثرية ويا أهل النجف لما حسوا التدمير واللي دا يصيب مدينتهم، فسوينا أول ميثاق دولي لصيانة الممتلكات الأثرية. بس يؤسفني أنه الجهات المعنية ما دارت لبال ولا تبنته ولا اعتمدت عليه، لأن ما تريد أي شيء يقيدها. هاي الدعوة نريد إحنا نفتح ستارة على نهار جديد، نهار يحفظ للإنسان هيبته وكرامته، ونريد نعيد حضارتنا وتاريخنا وأجيالنا أنه يكونون جزء من التغطية، جزء من آمال وتطلعات العالم المزدهر. أخيراً وليس آخراً،
مدي بساطي واملئي أكوابي، وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ الطفولة شمسان نائمتان في أهدابي، لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي. تنكري وجهي فأنت حبيبتي، وكأس مائدة وورد شرابي. لا تظلمي وتر الربابة في يدي، فالشوق أكبر من يدي وربابي. قبل اللقاء كنت حبيبتي، وحبيبتي تبقين بعد ذهابي، وحبيبتي تبقين بعد ذهابي. عمر الشاخلي الباحث والتدريسي في قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد، باحث عراقي في مشروع الناشونال جيوغرافيك في أهوار جنوب العراق، وعدة جوائز دولية في التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية في العراق. في عام 1952 قدم للعراق باحث اسكتلندي اسمه جافن يونغ ماكسويل. كان الهدف من هاي الرحلة أنه يلتقي بالمستكشف البريطاني ويلفرد تيسيجر. ويلفرد تيسيجر الرحال البريطاني المعروف، كان الهدف من هاي الرحله انه ياخذ جافن يونغ ماكسويل ويسوون اثنيناتهم رحله بالجزيره العربيه. فقدم جافن يونغ ماكسويل الى مدينه البصره واستقر في شركه نفط الجنوب، وكان على مقربه من اهوار القرنه، فانسحر بطبيعه الاهوار وجمال هذه البقعه المتميزه من العالم. فتحولت الفكره من رحله للجزيره العربيه الى رحله إلى اكتشاف الأهوار العراقية. بقى جافن يونغ ماكسويل في الأهوار العراقية لعدة سنوات وعادلها أكثر من مرة. من خلال هذه الرحلات تعلم اللغة العربية وتعرف على عادات وتقاليد الناس المحليين اللي هم عرب الأهوار. ورجع لبريطانيا وألف عدة كتب عن اكتشافات اللي حصلها في الأهوار العراقية، كان أهمها كتاب Return to the Marshes، العودة إلى الأهوار. ولكن أهم اكتشاف علمي حصله ماكسويل والعالم في ذلك الوقت هو نوع من أنواع الثدييات أو اللبائن البرية النادرة والمستوطنة فقط في أهوار جنوب العراق. هذا الكائن أو هذا اللبون يعيش فقط في أهوار جنوب العراق وغير موجود في أي مكان من العالم. فخلال رحلات جافن يونغ ماكسويل في أهوار العراق حصل على جرو صغير لهذا الحيوان، هو نوع من أنواع المفترسات الحذرة جداً وليلية المعيشة، وأخذ إلى اسكتلندا وسماه مجبل تيمنا بأحد الأسماء العربية الشائعة بين عرب الأهوار ذاك اليوم. وتقديرا لهذا الاسم فأتعرض على علماء الحيوان في بريطانيا، وشافوا بأن هذا الحيوان يحتوي على صفات مظهرية غير موجود منها في العالم، واعتبروه هو النوع الأول للعالم، وسموه بقضاعة أو كلب الماء العراقي، أملس الفراء أو ماكسويل أوتر. وكان النتيجة تحول ماكسويل أو ماكسويل أوتر إلى كتاب اسمه The Ring of the Bright Water، بعدين تحول إلى فيلم سينمائي بريطاني موجود أونلاين بنفس الاسم. مستقبلاً مشكلة المي إحنا نحتاج أنه هذا الأوتر نعرفه وين راح يروح. لا سامح الله إذا جفت الأهوال العراقية الأوتر راح يختفي، فراح يشوف لبقعة أنه يلتجئ بها. فإحنا سوينا بروبوزل أنه نحصل على كولر طوق يعطي GPS tagging، satellite tagging، يعطي بين فترة وفترة نقاط GPS point. هاي GPS point ناب هور الحويزة، لأن عرفنا أن هور الحويزة هو الكور سنتر للأوتر، فنحاول أنه نعرف الأوتر وين يروح لا سامح الله إذا جفت الأهوار، على مود نقدر نمسكه ونحافظ عليه ونطلقه في مكان آخر نكون نوعا ما محمي. إضافة إلى أنه اتفقنا ويا الناشونال جيوغرافيك إن شاء الله أنه أكو بروبوزل يسوون دوكيومنتري فيلم، يجون إلى الأهوار العراقية ويصورون هذا الكائن
في بيئته الطبيعية. طبعا هذا الكلام كان بال 2014. الجزء العملي خلص، احنا نشتغل لحماية الحياة البرية، ولكن النتيجة لحماية البيئة والناس. هذه الصورة تمثل العمل اليومي لعرب الأهوار. هي عبارة عن إيكو سيستم مي، قصب، سمك، طير وجاموس، اللي هو يعتبر الاستراتيجيك كاتل بالنسبة لعرب الأهوار. فأني ما قدرت أعيش الحقبة الزمنية اللي عاش بها جافن يونغ ماكسويل بالسبعينات، بس كان عندي كتاب العودة إلى الأهوار، هو المصدر الوحيد اللي بكثير من الصور اللي أقدر من خلالها أسوي مقارنة ما بين حياة الأهوار في 2003 و2004 وما بين حياة الأهوار بالسبعينات، وأسوي مقارنة بيناتهم. هذه المقارنة أشوف هل هي الأهوار بدأت ترجع من جديد مرة ثانية. من خلال مشروع الناشنال جيوغرافيك استطعت أنه أجيب المستطيل الأصفر للأهوار العراقية وأعلمهم أنه هذه البيئة تحتاج إلى دعم وحماية، أولاً عالمياً وثانياً وطنياً. وعدت القصب قبل الناس. القصب كان ساتر وغطى جميل علي بال 2007 عندما كانت الطائفية مشتدة، أعطاني الملجأ وأعطاني الأمان، ومثل ما أعطى الأمان لكثير من الناس، أنا ما أسمح لهذا القصب أن يموت. فوعدت الناس والقصب أنه إن شاء الله أحاول بكل قوتي أوصل هذه الصور إلى جميع أنحاء العالم، وإن شاء الله يرجع المي ويرجع القصب ويرجع الناس ويرجع العراق إن شاء الله. وارث كويش والذي قام بإعداد فيلمين قصيرين نالا الإعجاب في مهرجان كان سينمائي، والذي تعذر عليه الحضور وبعث برسالة الحضور في مؤتمر تيدكس الخامس في بغداد الذي ترعاه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. بداية يعني أهم شيء هو أن تصنع حلمك عن الحلم. كل واحد بينا بداخل حلم، وما حد بينا من الأشخاص اللي راح يوقفون على هذا الستيج ما عنده حلم. الحلم هو بداية كل شيء، بس شلون نسوي الحلم؟ شلون نصنع هذا الحلم؟ كلنا عندنا أحلام، لكن اكو فرق بين الناس اللي يؤمنون بأحلامهم، واكو فرق بين الناس اللي يروحون بأحلامهم لمكان ثاني. أنا حلمي كان بسيط، جدا بسيط. حلمي أنا أسوي سينما، أنا أصنع سينما عن الناس وللناس، بسيطة جدا ومو صعبة. بالعراق الكل يعرف أنه قاعدة لصناعة سينما حقيقية ما موجودة، ماتيريال لصناعة سينما حقيقية ما موجودة. هل هذا يعني أن أترك حلمي؟ مستحيل، شخصيا ما أعرف أترك شيء. حقي هو أن أصنع حلمي، ولازم أصارع نفسي حتى أنا أسوي. بديت بالمركز العراقي للفيلم المستقل، محمد الدراجي، عطية الدراجي، مهند حيال وآخرون، ما أريد أقتصر على ذكر الأسماء. بس بديت أدرس السينما، بديت أتعلم شنو يعني السينما، لأن أنا مؤمن بأنه الموهبة اللي موجودة ما تكفي وحدها، الموهبة تحتاج إلى صناعة، والصناعة تجي من خبرة أناس آخرين هم عندهم خبرة أكثر منك، وبالتالي نقلوها وهي سلسلة. وأنا هم بالتالي لازم اللي القليل جدا اللي أعرفه لازم أنقله لغير ناس حتى تكتمل المسيرة. أنا أحكي عن الناس اللي طموحين بالسينما، ما أعرف إذا كان إذا
هسه من صورت الفيديو ما أعرف إذا أكو أحد راح يكون على هاي المنصة هو سينمائي، بس أعرف أكو شخص مقدم وهو مهتم بالسينما وعنده طموح من النزف، أتمنى ينقبل وأتمنى أنا هم أسمع رسالته وشنو يقول عن السينما. نقدر نسوي سينما، كل واحد اللي قاعد بيكم كلكم، كل واحد داخله فيلم سينمائي، كل واحد يطلع منه فيلم سينمائي، لأن الحياة اللي عشناها هي حياة كفيلة أن تكون قصة، تكون رواية، تكون فيلم، تكون مقال، تكون لوحة، كل أنواع الفنون. الحياة اللي عشناها مو سهلة ومو صعبة، احنا نصنع اللي نريده. اصنع حلمك بنفسك وارث كويش. هشام حسن الذهبي الحاصل على لقب أفضل شخصية إنسانية من قبل وزارة الثقافة العراقية والمركز العراقي، حصل على شهادة البكالوريوس في علم النفس من الجامعة المستنصرية، حاصل على شهادة بالتعليم الخاص من الولايات المتحدة الأمريكية. قبل 2003 ما كنت أعرف شيء عن أطفال الشارع، ولا كنت أفكر منين ذولا يجون، ولا فد يوم سألت نفسي ليش هم بالشارع. ولكن بعد 2003 شفتهم وبكثرة بساحة الفردوس، وكانت المنظمات الأجنبية تشتغل وياهم، وأكثر شيء شد انتباهي هو بنية أجنبية كانت تحتضن طفل شارع وتلعب وياه بكل حنان وتوكله وكأنه ابنها. بصراحة هذا الموقف كل شدني، وقررت أن أشتغل ويا أطفال الشارع وأسوي وياهم أشياء ما حد مسويها قبلي ويا هاي الشريحة. الحمد لله ردت بالبداية أن أثبت للناس أن ذول الأطفال ضحايا وليس جنات، لأن للأسف الشديد المجتمع كلش قاسي بالحكم على هاي الشريحة. الشغل وياهم صعب، وخصوصا انه انا كنت اواجه المجتمع ككل واني فرد، فكنت اخذ الاطفال وياي للبيت يباتون يمي بالبيت. واصعب موقف وما اقدر انساه اول يوم اللي اخذت بي الاطفال وياي للبيت، فكان بالنسبة لي اختبار، وبالنسبة لهم هي فرصة أن يلقون شخص ينقذهم من الواقع اللي هم يعيشونه. فما قدرت أنام للفجر، أنا ما كنت خايف منهم مثل ما يتصور الناس، أنا كنت خايف عليهم، خاف يطلعون بالليل، فكانت إذان يم الباب أسمع خاف يطلعون. مجرد بصار الصبح طلعت ركض رحت أباوع، شفتهم نايمين كلش ارتاحت، وعرفت انه انا نجحت بالاختبار وهم يستحقون هاي الفرصة. بعد 2007 بداية 2007 انقطعت مشوار انتهى ويا الاطفال المشردين، لان كلهم دمجتهم ويا عوائلهم ويا اسر بديلة مثل عم او خال او جد، وانتقلت بالعمل مع الأطفال الأيتام، لأن بعد 2007 بسبب الظروف السيئة للبلد كثر عدد الأيتام بالعراق، فكان يعني مطلوب أنه كثير من الناس تتحول بعملها لإنقاذ هذه الشريحة من المجتمع. للأمانة يعني ويا ذول الأيتام يعني كنت دائما أبتسم وأضحك وأواجه أكبر المشاكل وأنا أضحك. تدرون ليش؟ لأن المشاكل اللي عندهم أكبر من كل مشاكلنا، بس رغم هذا 24 ساعة أشوفهم يضحكون. فكنت أخجل إذا أنا أكون ضايج أو مكتئب بالوقت اللي هم مشكلتهم أكبر من كل مشاكلنا ويضحكون. وياهم عشت الحياة طول بعرض،
سويت كل شيء، حتى الأشياء اللي ما مسويها من كنت صغير سويتها وياهم. غنينا، لعبنا، ضحكنا، لعبت أشياء ما مسويها من كنت صغير، وبنفس الوقت لعبتهم أشياء أنا كنت مسويها من كنت صغير وهم ما لحقوا عليها، لأن للأسف التكنولوجيا والهاي حرمت كثير من الأطفال من الأشياء اللي كنا نلعبها من كنا صغار، وما حسستهم إن هم عايشين بدار مال أيتام. حتى اسمنا كان البيت العراقي الآمن للإبداع، لأن أطفالي كانوا مبدعين، كانوا حائزين على 28 جائزة عالمية، وكانوا هم يعني عنصر فعال ويساهمون ببناء المجتمع. مو نفس النظرة اللي ينظر لها المجتمع على أساس إنه اليتيم للأسف الشديد بثقافتنا إنه هو معاق ويحتاج إنه دائما تساعده وتمد له يد العون. حي الناس. أتمنى أول شيء يتحقق حلمي، وفي يوم من الأيام أشوفهم كلهم نجوم بالعراق ورافعين اسم العراق بكل المحافل. سمير حمادة، سمير ممثل سينمائي ماخذ جائزة من أمريكا، تقدر شوية تتقدم سمير، أفضل ممثل سينمائي عن فيلم عيد ميلاد. قبل أسبوع أخذ جائزة من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، وحائز على جائزتين بالعراق، يعني مجمل الجوائز تقريبا 4 أو 5 جوائز إذا أنا ما تخوني الذاكرة. شكرا سمير. أحمد هادي يعني موسوعة، يعني أنا عندي قناعة أن كل طفل ممكن أن تجتمع به أكثر من موهبة، بس إحنا شلون ننمي هاي المواهب ونوجهها على الطريق الصحيح. أحمد عازف أورك، ممثل سينمائي، مسؤول مكتب مال الدار، هو اللي يسوي برامج الحاسوب، يلعب رفع أثقال، وسباح بالاتحاد العراقي للسباحة. شكرا. بس نسيت نقطة، أنه أول البارحة عدى فيلم هو أخذ 3 جوائز من مهرجان البحرين أول البارحة، وصلنا الخبر. عيسى ومصطفى، هذول العنوان البارز للدار مالتنا. هنا المشاكس وهنا العاقل. مصطفى عازف كلارنيت ويا المايسترو كريم مصفي، وعيسى يعزف تشيلو. عيسى سباح ومصطفى رافع أثقال. مصطفى ممثل سينمائي وعيسى ممثل سينمائي، وما قبل تقريب شهرين أخذ فيلم مملكة النفايات جائزة من نيويورك في أمريكا. سيف صالح، احنا طبعا حتى بالدار كل واحد اللقبه لقب، فسيف اللقبه القيصر. سيف ممثل سينمائي عنده فيلم في احضان امي حائز على 20 جائزه عالميه، و تطلع الصوره، وهو يغني بالعربي وبالانجليزي. وش تعزف؟ كمان. كمان. حسين علاء بطل من أبطال مو البيت العراقي الآمن للإبداع، لا، من أبطال العراق اللي لازم الكل تفخر به. حسين فنان تشكيلي ماخذ جائزة من أمريكا أفضل عمل لطفل دون 15 سنة قبل سنتين. حسين يعني
من مساوئ القدر ومن مساوئ مجتمعنا انه حسين معارضه كانت تطلع للخارج هو ما يقدر يروح وياها لان ما كان عنده جنسيه، ولكن بعد مراجعات سنه وروح وتعال قدر تحصل له جنسيه وجواز سفر وشهاده جنسيه. وهسه حاليا ان شاء الله يستعد الى راح تجي دعوات من فرنسا ومن المانيا ومن امريكا حتى يسوي معارضه هناك. الفنان حسين درويش والذي شارك سابقا بالبرنامج العربي Arab Got Talent وهو يمثل دور الممثل الصامت والإيحائي في مؤتمر تيدكس الخامس في بغداد والذي ترعاه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. الدكتور معروف الشلبي حاصل على دكتوراه في الباراسايكولوجي وهو يتحدث عن التأثير الباراسايكولوجي على الإنسان في مؤتمر تيدكس الخامس في بغداد برعاية مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. أحبتي، هناك العديد من الظواهر والقدرات يمكن عدها خارقة للطبيعة البشرية، كل تخاطر، المعرفة المسبقة، الاستفسار أو بالأحرى تليباثي، بريكوجنيشن. الحقيقة هي لازم نقول بريكاستنج، يعني بريكوجنيشن ما تخص غير فقط الأنبياء، وأيضا كلارفويانس وإلى آخره. هناك العديد، كلها تعد من الباراسيكولوجي. فهل يا ترى هذه القدرات تقع ضمن الدجل والسحر ويمكن الاستعانة بالجان؟ هنا عندي وقفة من الضروري أتكلم عنها، وهو يؤلمنا جدا إحنا جماعة الباراسيكولوجي أن يكونون مشعوذين أو دجالين أو فتاحين فعل. رأسا هو ما يعرف أساسا كلمة باراسيكولوجي، بل ما يعرف يلفظها. فرأساً الإشفائي الباراسيكولوجي، الكذا الباراسيكولوجي، حاطين لي باراسيكولوجي في كل مكان. ولهذا كان كثير اللي يشوفوني، ها تأخذ لي خيرة، ظل أفكر what the hell he's talking about، خيرة معروف شعره you kidding. لأنه مع الأسف والألم حقيقة رأساً، وعلى الواهم يخلص من هاي القضايا اللي يجيبون بها قضايا الدينية والقرآن والآخرين.
كل هذا ألم. على كل دراسات حقيقة بالانتروبولوجي أو علم الإنسان، هناك تأكيد لأكثر من دراسة تقول إن الإنسان القديم في العصر الحجري أو خلينا نقول في العصور الكسيحة كان عنده عدد من القدرات الباراسيكولوجية، ومعناته كان في إمكانه يتكلم مع كأنما يتكلم مع المادة. حقيقة أكو هناك روابط عقلية مع المادة، روابط تدخل بها من العقل وتأثيرها على المادة. الإنسانة الطبيبة مديحة عبود البيرماني، والتي أسهمت في بناء مدرسة على الطراز الأوروبي وتدار إلكترونياً في مدينتها الحلة بعد هجرة دامت أكثر من 35 سنة في السويد، وهي تتحدث خلال المؤتمر في تيديكس الخامس في بغداد والذي ترعاه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. السلام عليكم. بما أن كلمتي توضح بعض سبل الوصول إلى الهدف هو الصبر والكفاح، فسميتها وذكر إن نفعت الذكرى. كنت واحدة من 9 أطفال، ولدت من عائلة موفورة الحال في حي بسيط في الحلة. كانت والدتي كمن حولها أمية لا تشجع بل لا ترغب في تعليم البنت، ولهذا السبب أقعدتني في البيت بعد شهر من دخولي المدرسة، لكن والدي كان على عكس ذلك. أدخلت المدرسة أنا وأخي الذي يصغرني بعد أن أضعت سنة من عمري. منذ البداية اخترت الطب كمهنة أسوة بأخي الأكبر. ركزت على دراستي إضافة إلى المشاركة بأعمال البيت قدر الإمكان كي لا أحرم من المدرسة ثانية. أكملت وأخي الابتدائي والمتوسط عام 55، وأنا الأولى في كل عام. هنا وضع أول حجر أمامي، إذ ما كان في الحلة فرع علمي للبنات، لكن بمساعدة والدي وأخي الأكبر حصلت على موافقة من الوزارة لألتحق بإعدادية الحلة للبنين. فديوم صديقي إجا قال ليش ما تجي نروح للكازينو ماتشكو؟ ماتشكو هذا اعتقد اخ يحيى يعرف انه كافتيريا مشهوره كل الفنانين يجتمعون هنا. قلت له اوكي. كان عندي بريك ساعتين، مو بريك دانس، بريك مال شو اسمه يعني بريك يعني هاي مو هاي ايه احنا هنا ما نعرف نسوي البريك، احنا بس ندوس الله وما يلحق ويموت. انتقل الى رحمه الله كان يعني انت رحت يا ذهب يا بعاد. فرحت ويا صديقي اخذت خبز، قلت خلا يلا نروح. هو صديقي كان ناقد سينمائي، رحت وياه. كان اكو ولد اسمه مهدي الزبيدي من بغداد، فاني كنت قاعد انا ما اعرف اي شيء، أنا دا أشرب مو بيرة، أشرب شاي والخبز ويا اللبن. فقال أنا أريد أدور على ممثل، يعني ماكو ستاند أب كوميدي، ماكو، لأنه جديد انتفاضة، كنا ما نعرف التلفزيون شو. من نشوف التلفزيون أوه هذا تلفزيون، الله هذا تلفزيون، واحد حرك هيجي يا معود هذا التلفزيون. بس احنا التكنولوجيا السلطه مالتنا ما خلتنا انه نستوعب، لانه اذا نستوعب هذا راح يكون خساره للسياسه.
فقال أنا أريد على ممثل كوميدي، وأنا هيك شيء قلت له إي والله لا والله. ولك قال أنت شبي بيك فشي؟ قلت له أنا بيا فشي ولك؟ قال لا يعني بيك فشي؟ قلت له والله ما بيا شي، كل شيء مضبوط أني ها مضبوط. قال لا والله أنت بيك فشي؟ قلت له والله ما بيا شي، لو بيا شي أخذ باراستيمول. أنت بيك ما بيك؟ بيك. قال أنت كوميدي؟ أنا الله أنا كوميدي. قال والله أنت كوميدي، باشر حضر نفسك عندك تصوير. قلت له بيو عندك تصوير؟ ولك صدق والله عندك تصوير؟ Are you sure? He tell me tomorrow I have a shot. He say yes. Okay. ساعة كام؟ 10. رجعت للمخبز، انطيت أغراضي، قلت له العفو أستاذي أنا باي باي. وين بابا أنت بعد عندك 4 ساعات؟ قلت له أنا ممثل، احترم روحك. يعني ممثل محترم وكوميدي. كاتبة وقاصة عراقية مشهورة بكتاباتها وحنينها للبلد والوطن والعراق الحبيب، تعيش في دبي واليوم هي منورة بغداد كبقية أخوتها والزملاء المبدعين. خلينا نرحب بشهد الراوي. تفضل. مساء الخير. أنا ما عندي قصة نجاح ولا عندي براءة اختراع، بس يمكن عندي حلم بريء، براءة تشبه مشاعرنا الأولى قبل ما يتكدس عليها حكي الكبار، سوالف السياسة والانتماءات الجانبية وصعود الهوية الفرعية على حساب الهوية الوطنية. اللي عندي شيء نقدر نسميه براءة أمل، والأمل مو يعني التفاؤل ولا يعني عدم التشاؤم ولا هو الهروب إلى الأمام. الأمل معناه أن تبذر بذرة ويكون عندك القوة والتحمل أيام على الأيام الطويلة اللي تتحول بها هاي البذرة إلى شجرة حقيقية كبيرة ومتجذرة، بس على شرط تكون مؤمن بها حتى على الأقل تقدر تتفيف فيها. الأمل هو أن ترى ما لا يراه الآخرون، يعني تشوف المستقبل مثل الحقيقة. المنطق وتساعد الآخرين طبعاً أنه يشوفوا مثلك. المنطق يقول 1+8=9، بس الأمل إذا قال 10 يعني 10. أحمد عبد الرحمن هو مهندس يعمل في شركة غاز الجنوب، عنده فكرة توليد الكهرباء باستخدام جريان الموائع، حاصل على شهادة الهندسة الميكانيكية بجامعة بغداد. خلينا نرحب به ونشوف فكرته. انطفت الكهرباء، يمكن هاي الكلمة نتداولها بصيغة طبيعية، انطفت الكهرباء ممكن نتداولها بصيغة طبيعية، وممكن واحد من الأشخاص يقول هسه ما محتاجيها، رغم أن احنا بمؤتمر محتاجيها. شخص ثاني يقول قوم شغل المولدة. شخص ثالث يقول عوفة ما محتاجيها. لكن في مواقع قريبة هناك مستودعات للنفط، مستودعات للغاز، أماكن قريبة أو بعيدة عن المدينة. هذه المستودعات توصل لها المنتوجات النفطية أو الغاز عن طريق أنابيب، بالصيغة العامة يعني أنابيب. هناك وسائل نقل أخرى. من خلال عملي بشركة تعبئة الغاز تابعة لوزارة النفط، لاحظت راح اختاريت الأخف كثافة من المنتوجات النفطية اللي هو الليكويد،
اللي يسمى بالال بي جي او ما يسمى بغاز الطبخ. قبل سنوات استوردت وزارة النفط عدد من الرادارات جيج وثمان عدادات نفطية. هذه العدادات وهذه الرادارات المفروض أنه تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أن هذه الرادارات وظيفتها قياس ارتفاع مستوى السائل وحجم الخزان الموجود به، الكمية الموجودة به. العداد كوريوليس يمكن صورة غريبة شوية، لكن هذا نعتبره هو المنفذ الأساسي والرئيسي لدخول السائل الليكويد الغاز للمستودعات النفطية عندنا. اسمع صوت ابويا ده يقهد. ايه صوته؟ طبيت البيت لقيته قاعد عدت شمال حديقة. 21 سنة كان عمري أول مرة أشوف أبوي يبكي، وبالطرمة مالتنا أكو بقايا إنسان. أحد يفهمني الخاطر الله شكو؟ أبوي حشح شاي وحدة لما يناب علاقة. أخوي الوسطاني 15 سنة أثناء من دق الباب عيني طلع أشوف منه، قاعد قذفت هان على الطرمة وأخوي راح. لا حد يشاق وياي شكو، لا صدق والله. نقيب بيجي يسحبني على صفحة، صير سبع أقول الحمد لله على كل شيء، وروح أقف ويا أبوك بهالمحنة، أبوك يحتاجك. عدت كانت ميليشيات تضرب منطقتنا هونات عشوائي لأسباب كنا نعرف. وراء الحادثة صارت أول نقلة بحياتي. وراء شهر من الحادث تركت الدراسة بسبب الصدمة أولا، بسبب ظروف الحرب الطائفية، بعد ما أقدر أعيش بالبيت اللي فقدت بيه أخويا كل مكان دا أشوفه يعني. رحت البيت عمي اللي ساكنين بغير محافظة، عمي طيار بالجيش عنده ست ولد، مصطفى الكبير صار بمثابة أخويا اللي فقدته. مشت الحمد لله والشكر. وراء سنة ونص بالضبط من انتقالي لعيش ويا عمي اجاني تليفون، ابوك انخطف. خطفوه مسلحي القاعده لان كان يجمع ايجارات بيوت جوارينا لما يقدرون يوصلون للمنطقه بال 2007 وياخذها يوديها لهم، فاعتبروه كافر لازم يموت. هدوا ورش كم يوم، بس اكو مشكله عند ابويا. ابويا كليته واقفه من التعذيب. يلا خلينا نحاول عالجه بسرعه، وديه سوريا، وديه لمصر، ازرع له كليه، تبرع له مترهم، جيب له كليه، يلا 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 يلا. توفى. رحت ودى الروح ما ينفع اللوم، أصبح سمير النوح من بعد وهموم، أصبح سمير النوح من بعد وهموم. نوحي 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 على العفوج يا روحي نوحي نوحي روحي روحي. يا قلبي سلو ذوب والنوت فطر، يا قلبي سلو ذوب والنوت فطر، وجري الدمع يا عين من جفن الأحمر، جري الدمع يا عين من جفنك أحمر. ويا نوحي 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 على العفوش يا روحي نوحي. والقمر تالي الليل دزيت ساعي، والقمر تالي الليل دزيت ساعي،
يا نجم اشوف هواي نايم لواعي، يا نجم اشوف هواي نايم لواعي. نوحي 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 على العفو يا روحي نوحي يا نوحي Hey.